السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو حمود المصري، ودي تجربتي في تركيب السيراميك. طبعا المرة الأولى لي إن أنا أركب سيراميك، لأن الراجل بتاع السيراميك مداش فأنا قلت أركب، فمليت الغرفة رملي في الأول، وبعد كده رشيتها بمية، بعد كده جبت الباب، عملت علامة كده من تحت أسفل الباب، بعد كده شلت الباب، جبت الزجلة وحشت بيها الباب، بعد كده عملت إيه؟ خدت شرب من العلامة اللي هو أول الباب، جبت الواد حمودي قلت له امسك خرطوم الشرب، مسك خرطوم الشرب وشربت الغرفة كلها، عملت ايه نقط للشرب كده بالظبط، ايوه في الاركانة بتاعت الغرفة. بعد كده جبت السيراميك، دي السيراميكاية اللي انا هشتغل بيه، ايه رايكم في اللون؟ حلو اه، زوج حمود وام حمود عاد ماليش دعوة. بعد كده جبت من الشرب، شفت المقاس دوت نفس المقاس بتاعت الباب، طبعا انا نزلت من الشرب 80 سنتي عشان يساوي أسفل الباب من تحت. بعد كده ديت في الزاوية بتاعت الغرفة دي، وبرحت بادئ أركب السيراميكا بتاعتي دي بالمنظر اللي أنت كده شايف. طبعا دي اشتريت شاكوش بتاع سيراميك، لأن أنا أصلا مش بتاع سيراميك، أنا بني، لأن بتاع السيراميك وعدني ومداش، فقلت يا أبو حمودي خد التجربة، فأنت لو مبلط فركز معايا عشان تقول لي أنت المفروض كنت عملت كده وكده، يعني صحح لي بعض أخطائي. طبعا انا ظبطت البلاطه مع الشرب. بعد كده ديت هو البدايه خالص، انا احترت ان ابدا من فين في الغرفه، بس رحت بادئ من جوه خالص من اخر الغرفه، ورحت حاطط بلاطه على اليمين وبلاطه على الشمال وظبطتهم بالشرب. بعد كده بدات انشد الخيط زي ما انت كده شايف، وحطيت المونه وبدات اركب السيراميك، ان ياكش يكون التركيب مظبوط يعني لحد ما. طبعا الناس اللي متابعاني فيهم مبلطين فيقولوا لي ايه رأيكم، بس للأسف دي طبعا البداية. كنت نحط ال ايوه دبت البلاستيكية دي عشان تظبط معايا، طبعا لان انا اساسا يعني مش بتاع سيراميك، فانا قلت لو نجيب الحركات دي بتظبط معايا المسافة كويسة خالص عشان ما يبقاش فيه اي اخطاء. ركبت البلاطة الاولى والتانية والتالتة بالمنظر اللي احنا كده شايفينه، بس للأسف الشديد والله البلاطة جبتها فرز تاني، يعني هتاري الفرز التاني هتلاقي فيه يعني غلطات بسيطة، يعني ما فيهاش غلطات كتيرة بس فيها غلطات بسيطة، يعني الفرز التاني هنشوفوها هتبان معانا ممكن في الفيديوهات. بس أنا واجهتني مشكلة، المشكلة فيها في حطة المونة، لما نحط المونة تحت البلاطة احيانا المونه تزيد اكتر، نضطر ان انا نخبط كتير على السيراميك كويس، واحيانا تنقص النعمل. فانا رحت عامل حل، فكرت في فكره كده عشان نسوي بها المونه. الفكره دي ممكن تديني بس دقيقتين كده هتظهر معانا في الفيديو، بس انا استعجلت يعني وحبيت نحكي لكم عنها. لا بس ما شاء الله يعني التركيبة المرة الأولى ليا في التركيب، وأنا مش عارف اسم البلاستيكية ده إيه، يعني عاملة زي الزائد كده، بس كويسة خالص، بتحكم ليك المسافة بين السيراميك، يعني تلاقي نفسك تمام. طبعا دي أنا خدت مقاس، لما أنا بدأت من اليمين في آخر الشمال ظبطت معايا، يا رحت أنقص بالصاروخ. طبعا أنا مش معاي ماكينة بلاط، فجبت الصاروخ، حتى جبت على طول، شايف البتاعة كانت ملوية، كانتش لسه ظبطتها كويس، خدت المقاس ظبطت المقاس كويس. يعني الغرفة فيها شطرة، يعني في أول البلاطة كانت تقريبا 30 سنتي وفي أخرها 32، فأخدت الشطرة، ودي أول مدماك عفوا أول رصة مدماك، دي مأثرة معايا من شغل المباني. بدأت طبعا ايه كويس، دول تركيبات السرعة كده. بعد ما نخلص الصف اللي انا فيه هتبدأ معاي الفكرة اللي انا قلت لكم عليها. طبعا الفكرة نبدأ نحكي لكم عليها على ما نوصلوا لها. جبت خشبتين كويس، خشبي الخشبة مثلا هنحطها على السيراميكا اللي جنبي، والخشبة التاني تنزل
تنزل مثلا اللي هو التخانة بتاعت السيراميك، تنزل التخانة بتاعت السيراميك ورحت سمرتهم. تمام، هتبدأ دلوقتي إن شاء الله نشوفوها ونحكوا فيها مع بعض. دي التكفيلات عادية، عادي القص كلها بالصاروخ، بس القص بالصاروخ صراحة مش هيظبط السيراميكا كويس، قصة المكنة أفضل. بس هنعمل إيه؟ أدي الخشبات، جبت خشبتين زي ما إحنا كده شايفين، أيوة خشبة عالية وخشبة واطية، وركبت السيراميكا في الوسط بحيث هي تبقى المسافة كد السيراميكي، بس ما طبش كديها بالظبط، أيوة زي كده كويس. الخشبة دي ماشية مع السيراميك، أيوة، والخشبة التانية تشدها كده تمشي مع البتاع كويس. شايف كده؟ أنا هنعرف نظبط نفسي كويس. فهنبدأ نزود شوية موني، أيوة. صراحة الفكرة دي ادتني، يعني أنا شفتها قبل كده في حاجة، بس يعني عملتي ظبطت معايا أكتر وريحتني جامد في شغل السيراميك. طبعا كان في الخشبة كانت فيها حتة ملوحة، رحت أنا لفيتها يعني كويس. دلوقتي هنبدأ نشتغله على إيه؟ على روجان، والواحد ارتاح نفسيا بعد ما عمل الخشبة دي. طبعا الدماء المبلطين اللي هم شغالين في البلاط صراحة بالنسبة إن دي شغلاتهم فإيدهم موزوني، أيوة كويس. بس إيه رأيكم؟ كويس. ها، في واحد هيقول لي أنت كده يا أحمد غلط، ما أنا عشان ممكن أنت تتخيل إن أنا عامل حسابي إن العصاية، عايز نوصلها لك. نوصلها لك ازاي؟ عامل حساب ان انا لما نشد المونه كده المسافه اللي اتشالت دي، يعني السيراميكا لو 3 مللي فانا 2 مللي، بحيث يبقى فيه مللي تاني. الملي التاني ده اللي هو يخلينا نخبط على البلاطه كويس كويس كويس. فالفكره بتاعت الخشب دي ريحتني جامد، خلتني شغال كده وبثقه يعني. طبعا تقريبا ما حدش هيستخدم حاجات زي كده، مش عارف يعني المبلطين ايدهم هتبقى موزونة على الشغل. فأنا الخشبة دي ساعدتني يعني. فانت لو فكرت ان انت تركب سيراميك مع بنفسك او معاك حتة صغيرة عايز تركبها، ففكرة الخشبة دي هتفيدك خالص يعني. كمان نقولكم على بعض الحاجات اللي انا خدت بالي منها. الرملة لازم تكون مرشوشة مية تحتيك كويس، لازم ترش مية تحتيك. شايفين الكام بلاطة اللي انا هركبهم دول؟ المية مش مرشوشة كويس تحت الرملة. لما المية مش مرشوشة فالمونة تتشد بسرعة، لو شدت المونة بسرعة منك تخلي البلاطة تطبل. فأنا فعلا أنا ركبت بلاطتين تلاتة وكان الأرض اللي تحتيهم ناشفة، تاني يوم نضرب عليهم لقيتهم مطبلين، رحت حشتهم وخدت الدرس كويس. بعدين بعد كده لازم نرش مية. انا متذكر ان البلاط اللي انا راكبه ده هو اللي انا هنشوله، اللي انا هنحوشه تقريبا يعني. في 3 4 بلاطات دول انا شلتهم لان لقيت فيهم طبيله تاني يوم. السبب ايه؟ ان الرمله ما كانتش مشوشه ميه. تمام، برضو عشان خاطر يعني لو انت دي تعمل حاجه يبقى يكون عندك خلفيه كويس. تمام، بص سبحان الله، الغرفة أما كنت بدأت كانت الشغل فيه صعوبة شوية، على ما خلصت الغرفة حسيت إن أنا زدت خبرة يعني أدائي. بص رش المية عليك، لازم نرش المية ونضر الموني. أدائي في أول 3 بلاطات يختلف بنسبة 90% عن آخر 3 4 بلاطات. حسيت نفسي إن أنا إيدي واخدة على الشغل. ففعلا الشغل بالممارسة تلاقي نفسك هتتطور وتتحسن كتير. طبعا دي تجربتي الاولى، انا مركبتش بلاط قبل كده، بس انا هنحب يعني نخوض التجربه. بص عديت الرش ميه، عديت الرش ميه، الميه ده الميه كويسه خالص. بتخلي المونه تقعد طري. وادي الخشبي، بص بدات تظبط معايا خالص. تركيب السيراميك على طول في شغل يعني. بص السيراميكا تبقى بس بعد ما كده تبقى مرتفعه ملي او نص ملي، ايوه تقريبا ملي، عشان بس نخبط عليه يساوي اللي جنبيه. وده كل التجربة اللي انا استفدت منها. بس والله للأسف انا واركب السيراميك ففرجت معاي في سيراميك عن التاني، يعني لقيها فارقة مثلا معاي نص ملي او ملي بسبب ان دي كانت فرز تاني. فنصيحة يعني صراحة، لو انت هتركب سيراميك
تركبش غير فرز اول، بس انا دبت الفرز التاني عشان اللون، يعني اختار اللون الواد حمولي والوم حمولي. انتوا عارفين ان الواحد شغال مع الناس دي اصلا مليش كلمة في اي حاجة. والله احنا مظلومين، الرجالة دول مظلومين، احنا الشمعة اللي بتتحرق عشان تنور لهم حياتهم. ها ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم احسن. والله ما نتعشوش النهاردة. اي والله تمام. بس اللي بتوع دول عربوني والله، دخت على ما حصلتهم البلاستيكات دول. وهذه بص الأداء اختلف، صح؟ الأداء اختلف كتير عن أول الفيديو، بين أنا وشغال في أول الفيديو أو في أول الغرفة، يعني هي غرفة بس فقط لا غير، إن إحنا بدأنا ننشط بهم. الأداء اختلف كتير في من ناحية الصنعة. يعني بالنسبة للسيراميك، فأنا اشتريت الغرفة 4 في 4، اشتريت لها 18 متر سيراميك، 18 متر سيراميك عشان خاطر نعمل الوزرة. معلش، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل لكم، صورت الوزرة وصورت الترويب، فنعملوا فيديو تاني في تركيب الوزرة وتركيب والترويب ان شاء الله بإذن الله. بس ادوني رأيكم في الفيديو، ايه رأيكم؟ الاداء كويس؟ معلش، ده اول مرة اركب سيراميك، فانتوا خلوا بالكم يعني. معلش الناس المعلمين، ف عايزك تتخيل ان دي المرة الاولى لي. خلاص كده الحمد لله خلصت الغرفة، مجعدش معايا غير التكفيلي صراحة، بس انا كنت قلقان من التكفيلة اللي عند الباب، كنت شايل همها طول الوقت، بس الحمد لله ظبطت. يعني المفروض يدوني براءة اختراع على الخشب البسيطة اللي انا عملتها دي، بس احنا للأسف مفيش تقدير للمواهب اللي زي حالاتك. يعني تخترع خشب المفروض تاخد عليها جايزة يعني. تمام. السيراميكا دي المتر بتاعها اشتريتها بكام؟ ب 57 جنيه. 57 جنيه، فده حاجة كويسة خالص يعني، حاجة كويسة خالص. بس يشكر الراجل اللي معلم بتاع السيراميك إن هو مداش صراحة، يشكر، خلاني نخوض التجربة دي يعني، والواحد كده خد ثقة في نفسه كده، حس نفسه إن هو ينفع يشتغل أي حاجة. ده حمسني جدا ان انا نشتغل النجاشة بتاعت الاوضه دي. بس انا جبت ناس تشتغل للغرفه بتاعت النجاشي وصورتهم واشتغلت معاهم طبعا، شديت معدون في السكينه الاولى والتانية وحاولت ايه الحمد لله كده قفلنا، الحمد لله كده قفلت الغرفه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله ننزله، باذن الله تعالى ننزله الروبه، الترويب بتاعت السيراميك والوزره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.